مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بيكم في حلقه جديده وموضوع من اهم المواضيع اللي انا شايف انه التربيه الصحيحه فيه قد يساعد في انه يقلل من مشاكل الاضطرابات الجنسيه عند الكبار لما يكبروا. الثقافه الجنسيه وهي من الحاجات اللي فيها خطوط كثيره حمراء عند الكثير من الاسر، ودايما الاباء والامهات لانه ثقافتهم الجنسيه ضعيفه جدا او مغلوطه، فبالتالي لما بيكون عندهم اطفال وبيبداوا يسالوا وعايزين يعرفوا بعض المعلومات سواء عن جسدهم او عن هذه الثقافه اللي المفترض ان هي تكون موجوده من بدايه نشاه الطفل لحد ما يكبر تدريجيا عشان الطفل يقدر يعرف ويقيم كل المواقف اللي بيتعرض ليها. غياب هذه الثقافة عند الأطفال والكبار بتودينا إلى مناطق مظلمة، ودايما أقول إنه المنطقة المظلمة التي نذهب إليها هي بالجهل. فكرة إن أنا ما فتحش دماغ الطفل أو المراهق أو ما إلى ذلك هي فكرة مجرد فكرة دفاعية نفسية لا علاقة لها بالواقع ولا علاقة لها بالحقيقة. الأفضل هي عملية التثقيف والتوعية الصحيحة لكل مرحلة عمرية بثقافتها، عشان كده بدأ في بعض الأحيان يدرس التربية الجنسية للأطفال. النهاردة هنتكلم في التحرش الجنسي للأطفال، وهل إذا كان في ثقافة جنسية صحيحة وسليمة على أيدي متخصصين من الممكن أن تساعد في عدم انتشار التحرش الجنسي بالأطفال؟ هل من الممكن أن نحد من هذه الظاهرة اللي لقيناها موجودة في مجتمعات كثيرة سواء باختلاف ثقافاتهم وباختلاف طباعهم وباختلاف دراساتهم وباختلاف الوازع الديني؟ ممكن تلاقي شخص مثقف أو متعلم يتحرش، زي آخر قضية إحنا شفناها شخص كبير متزوج عنده أطفال شكله كويس جدا بيتعامل بشكل طبيعي ولكن يعاني من هذه المشكلة. هذه المشكلة قد يكون لديه اضطراب نفسي ما، هذا الاضطراب لما كبر ظل موجودا معه، ولأننا بنخاف نروح لحد متخصص يساعدنا خاصة في هذه المشكلات فبيظل هذا الاضطراب إلى أن يدمر بيوت أسرة. في هذه الحلقة هتكون معايا ضيفتي الأستاذة تغريد حسين، أخصائي نفسي وباحث ماجستير، وهي من المهتمين بهذا الموضوع تحديدا. خلينا نرحب بيها، أهلا بك يا أستاذة تغريد. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. النهاردة بنتكلم عن التحرش الجنسي للأطفال وإزاي ممكن نحد من هذه الظاهرة. في البداية فائدة أو هي الثقافة الجنسية اللي المفترض ان احنا نديها للطفل من بداية نشأته لحد ما يصبح شابا ويترعرع بشكل كامل؟ هي البداية اصلا ان هو حضرتك لما تجيب مثلا تليفون جديد بتبقى مهتم جدا انك تشوف الكتالوج بتاعه وتشوف بيشتغل ازاي، اللي يضره، اللي بتبقى مهتم جدا تحافظ على البطارية، لكن ما تعلمناش ان احنا بيجيبوا الاولاد يعني كده وخلاص، لكن هما بيتعاملوا ازاي، ايه هو في السن ده، ايه اللي بيحصل، اتكلم معاه ازاي، اوصل له ازاي ان ده خطر، ده كويس، ده وحش. فالثقافه بتبتدي من بدري جدا، من قبل، من اول قرار اصلا ان هي يعني تبقى حامل يعني. فالفكره في ان بيبقى في خلق، يعني في دراسات كتير اتعملت ان هو في امهات بتتكلم الجنين وهي في رحمها، وفي ناس يعني من الان داخل الاسره ان هم ممكن يتكلموا مع الجنين، ولما بيتولد بيعرفوا صوتهم، يعني بيعرف صوته ده مين وكده وبيطمن، او صوت قران او صوت موسيقى او صوت، هو بيبقى متعود على الصوت ده. فاذا التواصل او الكلام اللي رايح جاي، الحب الغير مشروط، يعني ابني ما ينفعش يكسر المج اقول له انت كذا وكذا وكذا، كويس ده جزء في التربيه. خليني ادخل اكتر في عمق الموضوع بقى. الطفل لما يتحرش الطفل لما بيحصل معاه تحرش ايه اللي بيحصل؟ بيخاف من ايه؟ بيخاف ان هو يروح يقول لوالده او والدته. ليه؟ لان ما فيش اصلا ثقافه حوار، ما فيش تواصل. انا لو قلت لماما او بابا ان فلان او عمه كذا عمل كذا، وخاصه هما بيبقوا الاقربين ده كده، لو الطفل عنده وعي يعني هو عارف ان ده غلط بس مش عارف يقول لمين. انا عايز ارجع لمرحله قبل الجزئيه دي، الطفل اللي مش عارف اذا كان ده تحرش ولا مش تحرش، الطفل بيحس. ازاي بقى انا كأم اقعد معاه او كأب او كأسره اقعد معاه من سن كام، وفي السن ده اقول له ايه، وفي السن اللي بعده اقول له ايه، وفي السن اللي بعده اقول له ايه؟ الفكره زي ما حضرتك قلت كده، في كل سن
مهم جدا اعرف الطفل الاماكن او الخريطه بتاعت جسمه ايه. يعني انا مهتم جدا اعرفه ان ده ايده وده رجله وده عينه، الاطفال هم بيشاوروا كده يجي يمسك المنطقه دي يقولوا لا عيب، فالمنطقه دي بيبقى بتعمل عليها خط احمر كده زي ما حضرتك قلت في بدايه المقدمه في الدين والسياسه والجنس، لا خط احمر. فبتيجي عند المنطقه دي لا عيب، فالمنطقه دي زيها زي اي حاجه. ممكن نعلم الطفل ناخده في حديقه الحيوان مثلا على حسب عمره حسب فهمه، ممكن يفهمه بطريقه العرايس عروسه واللي هو دبدوب ودبدوبه واللي هو بيبقى عندهم مناطق زينا، بيبقى دي فنيات ممكن بيبقى بقصه، ممكن بيبقى على حسب الطفل واستقباله ايه. يعني ممكن زي ما حضرتك قلت قصه، ممكن تكون في ان هما ممكن يروحوا حديقه حيوان فبيعرفوا مثلا ان ده ولد ده بنت والفرق بينهم ان في تشريح الفرق التشريحي وعلى حسب ما هو فاهم. ومهم جدا جدا ان هم يسموا المنطقه دي مسمى خاص برضه طبقا لكل مرحله. كويس، زي ايه؟ يعني مثلا لو جينا خدنا مراحل عشان المشاهد اللي عنده طفل في المرحله دي يبقى عارف يتعامل ازاي، في مرحله اخرى كيف يتعامل معها، ايه النصايح او ايه المعلومات اللي انا ممكن كأم دلوقتي قاعده بتفرج او كأب ممكن عندي طفل في هذه المرحله كيف اتعامل معه؟ في حته برضو الخصوصيه ان ده عيب، يعني في مناطق حتى في فيديوهات كتير على اليوتيوب بتقول ان ده دي منطقه وبرضو مخصصه بكل سن يعني من غير اي حاجه، ومش عيب خالص زي ما حضرتك قلت ان هي تروح لمتخصص وتقول له ان مش عارفه اتعامل وفي مشكله، او انا قبل طبعا قبل ما يحصل اصلا اي حاجه فبتروح اصلا للاخصائي وتتكلم معاه كوقايه. كويس، طب قبل ما نكمل في هذه الجزئيه معانا اتصال تليفوني. استاذ محمد اهلا بيك. استاذ محمد صباح الخير، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك، الحمد لله بخير، اتفضل. بقول لك انا عندي حضرتك عندي طفل 5 سنين. تمام ماشي، وعايشين في دوله ارياف هنا وبيسمع الكلام كلام كده الاطفال بيقعدوا يشتموا الشتائم وغلط وكلام من ده وعمال اتعامل معاه ضرب وكده ومش جايب نتيجه، ايه الحل يا دكتور في الطفل ده؟ بتتعامل معاه ازاي؟ يعني ايه هي الطريقه اللي انت بتتعامل بيها مع هذا الطفل لما بيسمع يعني شتيمه وبيرددها؟ واقف منه يعني وعصب ابن 7 اشهر وما فيش نتيجه ضرب وبرضه ما فيش حل معاه. طيب ايه الحل طيب؟ ماشي يا استاذ محمد، عنده اخوات اصغر منه اكبر منه ولا لا؟ عندي معايا عروستين 17 و18 سنه. ربنا يبارك لك فيهم. طيب الاستاذه تغريده هترد على حضرتك في هذا الاستفسار، في اي سؤال تاني او استفسار تاني؟ بنتين؟ ربنا يبارك لك، انا بس عاوز افتكر بس في الموضوع ده لان هو بيعمل حركات مميزينه، بس انا عايز اسال هم مميزينه ان هو ولد؟ وبيقلد كل حاجه يعني يشوفها لو حتى غلط او عيب او اي حاجه بيقلدها برضه. استاذه تغريده كان بتسال حضرتك هل في تمييز على انه ولد؟ ان هو جاي لاخر بقى اخر العنقود. لا ما فيش تمييز ولا حاجه، وان هو طفل صغير بس يعني هو بيتعامل كطفل صغير. بيتعامل كطفل صغير يعني ما فيش تمييز، ده كلهم ولاد يعني. ما فيش دلع يعني شويه دايما اخر العنقود ده بيتدلع شويه وخاصه لو ولد على بنتين يعني. اي اب بيحب يدلع ابنه يعني، ما هو مش على حد ثاني. كويس. تمام، الاستاذه تغريده هتجاوب حضرتك في النقطه دي تحديدا وتساعدك ازاي ممكن تتعامل معه في الجزئيه الخاصه بالشتائم اللي بيسمعها وكيف تتعامل معه في هذه النقطه. اتفضلي يا استاذه. عامه الشتائم بيبقى نوع من الالوان اللفظي، فهو الولد بيقلد 5 سنين ده سن تقليد. فهو بيلقط اللي زي الاسفنجه كده، فزي ما بحطه انا وهو ذكر ان هو كان بيضربه. طب ما انت بتزرع ضرب فهتلاقي طبعا عدوان. انا مش عارف اضرب اللي قدامي، مش عارف اضرب بابا، لكن ممكن اعرف اشتم. طب ازاي بقى يتعامل معاه؟ يعني ايه الروشته اللي ممكن يتعامل بيها مع هذا الطفل؟ هو الابهات يعني فاكرين ان هم اللي بيربوا الاولاد، لكن الاولاد هم اللي بيربوهم. هو نفسه يبدا من نفسه، ما يشتمش ما يضربش، يتكلم معاه. هو دي ثقافه الحوار اللي كنت بتكلم مع حضرتك عليها قبل المكالمه، هي دي ثقافه الحوار، انا ازاي اعرف اتواصل مع اللي قدامي، مش ان انا اقهره او ان انا مهم اتعلم الطفل ده اتعامل معاه ازاي. يعني 5 سنين ده اعرف قوي ان 5 سنين ده سن ان هو بيقلد. يعني ممكن اعمل معاه ايه؟ يعني انا النهارده ممكن ايه الخطوات اللي انا اخدها؟ خلاص انا الاب يبطل العصبيه بتاعته لان العصبيه بتخلي يشوف حل تاني غير الضرب. انا اتكلم مع الولد نفسه، يشوف هو الولد بيحب ايه،
ينمي عنده مواهب. هو واضح ان الولد يعني في ارياف وكلامه واضح ان هو ولد عنده طاقه وكده وعايز يتحرك. الفكره بقى ان هو يعني شوف هو هوايات الولد الصغير ده ايه. السن ده مهم جدا نعرف احتياجات الطفل ايه. هو ده اللي كنت بتكلم عليه حضرتك من قبل. فهل هو مهتم الولد بالرسم؟ هل هو مهتم مثلا بتربيه الحيوانات الاليفه؟ هل هو مثلا مهتم ان هو يزرع مثلا نباتات حتى حاجات بسيطه؟ انت قصدك يوزع الطاقه اللي موجوده بالزبط. عنده في حاجات مفيده والاب يقلل فكره العصبيه والضرب فهيقلل العدوان فهيقلل من فكره التقليد. ويكون في ثقافه حوار ما بينهم، حاجه مشتركه مثلا، شايفه مثلا بيتفرج على كرتون او يتفرج على فيلم حاجه اي حاجه كوميديه في ان هو ايه ده، طب هو عمل كده ليه، ده هو يعني يشتركوا معايا في الكلام. ما بيعملوش ان هو طفل صغير واسكت بقى واسمع الكلام واقعد لا، يتعامل معاه ان هو بني ادم وبيفهم وعنده مشاعر. بيفهم قوي ان هو انا مش هقدر ارد على بابا ان انا اضرب، فانا ممكن اضرب الاصغر مني. يعني انا لو كملت كلام مع استاذ محمد هلاقيه بيضرب الاولاد الاصغر منهم مش بيشتم بس. هو لا، هو عنده بنتين اكبر، بنت 17 سنه وبنت 18 سنه. وهو كمان ترتيبه الصغير على بنتين. فهو واضح ان هو شويه في دلع شويه او تميز، وفي فرق سن ما بين ال 17. يعني هو البنت الاولى 18 والبنت الثانيه 17، 5 سنين في فرق كبير في الـ في الـ في الخلفه ما بينهم كلهم. فده جاي بعد ايه، في زي ما بيقولوا ايه، في الوقت الغلط كده يعني. جاي كده سكر معقود، جاي كده يحل البيت يعني. فهو واضح ممكن يكون في دلع شويه. كويس. نرجع مره ثانيه للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه عن التحرش الجنسي بالاطفال، وكنا اتكلمنا على انه فكره الحوار ما بين الام او ما بين الاسره وما بين الطفل هيقلل من عمليه التحرش الجنسي. النهارده في طفل تعرض للايذاء او التحرش الجنسي. اذا ما كانش عنده المعلومات الخاصه بالثقافه، انه يعرف المناطق في جسمه ويعرف ايه الحاجات اللي ما ينفعش حد يبص عليها او يلمسها او الكلام ده كله، مش هيقدر ان هو يميز اذا كان دي مشكله ولا لا. هل الام في علامات ممكن تشوفها على طفلها مثلا، ممكن تقول انه الطفل ده ممكن يبقى تعرض للعدوان، سواء التحرش او التعرض لايذاء لفظي او جسدي او التنمر ولا لا؟ هو انا بس حبيت انا حابه بس اعرف يعني ايه سيشوال ابيوز او الايذاء الجنسي او التحرش الجنسي للاطفال. هو ان انا استخدم الطفل لاشباع رغبات جنسيه لشخص بالغ او لشخص مراهق او لشخص يكبره على الاقل حتى بسنتين. ايه هي الاشكال بتاعه التحرش مثلا؟ هو ممكن يفرج الطفل على فيلم اباحي او مجله، او ان هو يعمل استعراض قدام الطفل، او ممكن يخليه يلمس هو اعضائه الجنسيه او هو يلمس اعضاء الطفل، او ان هو يعني يتفرج على اتنين بيمارسوا الجنس قدامه، او هو يمارس الجنس هو بعنف او بعنف يعني، او لمس اللي هو لو في مثلا حد قايم برعايه الطفل. مهم جدا اعرف مين هو اللي بيقوم، لانه ممكن يوصل للطفل مثلا ببونبونايه مثلا شوكولاتايه، فاللي هو مهم جدا اعرف الموضوع ده. في حاله بقى ان هو دي الاشكال دي الأشكال عشان بس الناس تبقى عارفه. دي اشكال الايذاء او التحرش الجنسي. بالنسبه بقى ان لو ما فيش اي حاجه حصلت من ده والام بقى تتصرف ازاي؟ اسمع الولد بهدوء. يعني كان في حادثه، حد جه الام جايه منهاره من تصرف الاب، ان هي ربط لما عرف ان ابنه حصل معاه تحرش مش يهدي، لا ربطه في السرير. انت ازاي تعمل كده؟ فلك ان تتخيل الولد ده يعني عامل ازاي نفسيا. ان هو هيحس بالذنب، هيحس ان هو غلط قد ايه، زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان هو هيحصل تروما بقى فيما بعد. فمهم جدا اسمع الولد كويس جدا واسمعه ملموش، ما استخدمش عنف وانا بتكلم معاه زي ما حضرتك. فاسمعه كمان، يعني حلو قوي ان انا اهدي نفسي قبل ما اهديه. يعني في بعض الامهات بتنهار في العياط وتبكي وتصرخ وازاي يعمل كده، وانت ليه ما قلتليش ان ده حصل من قبل كده. فهي بتوري المودلنج ان هو بتلومه، هو اصلا يعني بيلوم نفسه من غير حاجه. فمهم كمان حته ان هو اخلي الولد فيما بعد ان هو يعرف ان يقول لا. لا، ولو في حد مثلا من اللي حواليه ان هو يبلغ اقرب حد ليه.
خلاص اللي حصل حصل. مهم جدا ان انا اخلي الطفل اوديه، لو انا مش عارف اتعامل معاه او انا مش عارف ابقى هادي معاه وانا بتكلم، مهم جدا اوديه المختص، لان ده ليه على المدى البعيد اثار فظيعه. كويس. اذا لم تتعامل الام بشكل صحيح مع الطفل الذي تعرض للتحرش، ما هي الاثار المستقبليه التي قد تعود على هذا الطفل؟ في اثار وقتيه وفي اثار على المدى البعيد. كويس. الاثار الوقتيه هتلاقيه سرحان، كوابيس بالليل، او قله نوم، او ممكن ياكل كتير او قليل على حسب، يحصل اضطراب في النوم واضطراب في الاكل، هيبقى تلاقيه قلقان كده، هتلاقي في تغير طرأ على سلوكه مره واحده، ما يكونش طبعه كده. يعني هنا مربيه البنت مثلا ان هي تقعد رجليها مقفوله ومحترمه، تربيه اللي هي اللي تلاقي البنت بتعمل تصرفات كده مش زي ما اتربت عليها. يعني الام لا، هي سلوكها متغير، بتقول الفاظ مش كويسه. يعني مهم برضو ان هو استاذ محمد ده يتكلم برضو مع الولد ده، هل حد اذاه، هل حد قال له يعني. وكمان الاذيه ساعات بيبقى يعني من القريبين مش من البعاد. اللي هو الاب يقول له لابنه ما حدش يقول لك شوكولاته ومش عارفه ايه، لا اللي بيجيب له الشوكولاته حضرتك من جوه مش من بره. ف مهم ان اخلي بالي واراقب تصرفات ابني، اشوفه بيتفرج على ايه. كويس. اشوفه هو في طبعا برامج وحاجات بتتقفل، او انا اعرف او انزل له حاجات ايه، او انا قبل الطفل ينزل فيديو او ينزل كرتون، مهم برضو ان انا اعرف اراقب تفاصيل. في تبول لا ارادي، ده شكوى كتيره لما الاقي طفل يعني ممكن التحرش لو ما كانش سبب نفسي، يعني التبول الارادي هتلاقي سبب، ما كانش سبب عضوي التبول الارادي هتلاقي ممكن سبب نفسي. يعني ده ليه علاقه بعمليه التحرش؟ في حاجه مهمه كمان، والام وهي بتغير الطفل طبعا، هي ممكن يحصل من سنتين الطفل بيحس او بيفهم ان دي في حاجه بتتعمل غلط، لان انا المتحرش بيخش في دايره الامان للطفل، فبيحصل له بيعمله فجعه كده اللي هو ايه ده، ايه اللي بيحصل. فهتلاقي الام مثلا وهي بتغير الطفل، اول ما تمسك تغير له عادي، تمسك العضله تحس اللي هو خايف او قلقان، او هي الام بتفهم ده. المهم تلاحظ ان لو في خدوش على في المنطقه دي، يعني عينها تلاحظ اذا كان في اي حاجه متغيره ولا لا. خلينا نخش على التليفون. يا استاذه منى اهلا بيكي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، اهلا بيكي. ممكن اسال الدكتوره لو سمحت؟ اتفضلي. او سمحتي دكتوره، لو الطفل هو صغير تعرض لتحرش، يعني من سوء، من هو الطفل يعني ولد تعرض من اطفال تحرش، هل ده بيستمر معاه لسن كبير وبيحصل ده مثلا بيحب الحاجه دي، حتى لو اتجوز عاوز مثلا، انا ما قدرتش يعني اعبر عن السؤال، ممكن عاوز مثلا زي اللواط او حاجه زي كده، طب ده اتحول لمرض نفسي ولا ايه؟ هو حصل له تحرش من مين؟ حصل له تحرش من مين؟ يعني التحرش حصل، معلش، هو صغير ده الواحد لاحظ لما يعني لما كبر واتجوز. هو ده المدى البعيد اللي بقول لحضرتك عليه. يعني قصدي حضرتك، طيب لما تعرض للتحرش وهو صغير حضرتك تعاملتي مع هذه المشكله ازاي؟ انا بتعامل مع حاليا بتعامل مع يعني راجل زوجي، الزوج يعني كده بيحب الحاجات دي، يحب مثلا حاجه زي ايه، تحرش مع رجال او حاجه زي كده، او تحول للواط، انا ما اعرفش ايه ده، هل ده مرض نفسي ولا ده نتيجه تحرش، هو حد اتحرش فيه وهو صغير، ما اعرفش انا ايه ده، وده يتعالج ازاي؟ تمام يا استاذ، ولا في حد فعلا عمل ده؟ ايه يعني هي بتقول ان هو فيه الواط، هل هي بتخمن ان حد اتحرش بيه وهو صغير ولا فعلا حد اتحرش؟ هو تعرض للتحرش وهي صغيره، هي بتسال بقى لما يكبر هل المشكله دي تكون موجوده؟ استاذه منى انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. الاستاذه تغيير هتجاوب عليك. هي كان عندها طفل، الطفل ده تعرض للتحرش وهو صغير، كبر، اتجوز، خايفه انه المشكله اللي كانت موجوده وهو صغير تستمر لما ده اللي كنت بقول لحضرتك عليه من شويه، اللي هو اهدي نفسي قبل ما اهدي الطفل. اللي هي الام عندها خوف، الخوف بيتعدي زي ما البرد والانفلونزا، فالخوف برضو بيتنقل، فهي ممكن من خوفها تخوف الولد، فبتقول له انا خايفه. هو خلاص كبر بقى، هو كبر خلاص اتجوز. هي بتسال اتجوز واحده، مش اتجوز واحد، اتجوز ميوله ايه، ممكن يبقى ميوله اتجوز واحده وبرضو بيمارس
او الى حد ما الموضوع ده مأثر فيه. ما هي الفكره، هل الام بتخمن ولا لاحظت فعلا عليه حاجات؟ يعني طيب خلينا ناخد ده اللي انا كنت قلته لحضرتك. خلينا ناخد الاتجاهين، اذا كان فعلا بيمارس حاجه زي دي ما هي الطريقه الافضل لعلاجها، واذا كان لا يمارس ده ازاي يعني حتى لو ذهنه بيجي كعلاقته مع مراته، هل علاقته مع مراته في حاجات نقيس عليها كده؟ هل علاقته مع مراته كويسه؟ مراته يعني راضيه عن العلاقه؟ ما مامته مش هتروح هناك في البيت، بس ما نسال الزوجه نفسها هل راضيه عن العلاقه. مهم كمان ان هي تشوف يعني ابنها هل فعلا حصل ده ولا ما فيش، يعني ممكن يكون تخمين. بس هي الفيصل في ده الزوجه، يعني هي اللي هتقول لنا على الموضوع ده. يعني ممكن تسال الزوجه او هل هو راضيكي، هل حاسه معاه ان هو راجل كامل رجوله، ولا بيطلب منك حاجات اوضاع معينه ان هو مثلا يلبس هو القميص نوم او يعمل وضع شكل معين، او يطلب منك ان هو تستخدمي حاجات معينه تحطيه في الشرج عنده. فهي مهم تسال او تنوب حد، لو هي مكسوفه تسال تنوب حد ذو ثقه يتكلم في ده، لو هي خايفه من ده. لو هي خايفه من فالفيصل من ده الزوجه، هي اللي هتحس وهي اللي هتفهم. كويس، نيجي بقى الناحيه الثانيه بقى، عشان ممكن لو في مكالمه او حد عايز يستفسر فيما بعد لو ما تعالجش. طبعا دي تروما، ممكن تعمل ضعف الثقه بالنفس، ممكن تعمل ان انا مش عايزه احب ولا عايزه اتجوز. يعني ما دام منى هو كويس ان هو يتجوز، يعني حلو جدا، فده يدل ان هو على الاقل عنده قدره ان هو بيحب. حته ميوله دي هي تكشفها عندنا الزوج. الاقي ستات بعد كده جوازها تقول لك انا بحس ان مراتي حته سد، فاللي هو الاقي بعد كده اقعد الاقي ما فيش اي اسباب عضويه لاي حاجه، بس الاسباب نفسيه ان بيحصل لها تشنج مهبلي. بتقفل عضله الحوض، ان هي شافت اذى من ده كتير وما تعالجش، والاهل ما ده الجانب الاخر بقى اللي هو التحرش. فده المدى البعيد، التحرش الجنسي للبنت وهي صغيره ممكن انه يعمل مشاكل اثناء العلاقه الحميه او ممكن الزواج. ممكن لو حصل من ناحيه الولد لولد وحس باستثاره وكان في فقد، يعني مهم برضو نعرف، يعني مدام منى نسالها يعني ما لحقتش هي دور البابا كان ايه في الموضوع، كان وهل التحرش ده حصل من ولد ولا بنت، واتحرش ازاي؟ هو اتعرض للتحرش فاكيد اتعرض أيوة للتحرش الولد من ولد. الولد ده مهم اعرف ان هو يعني ممكن قريب بعيد تصرفاتكم انتوا، بابا نفسه كان رد فعله ايه؟ لان معظم الناس اللي هم عندهم جنسيه مثليه عندهم مشاكل مع الاب، ان هم فاقدين الامان. يعني كان في حد انا فاكره كان بيجي العياده كان يقول لك انا مش حابب ان انا اكمل العلاقه، انا حابب ان انا اكون في حضن حد او ان حد بيطبطب عليا. ولما فيما بعد اكتشفنا ان هو اصلا فاقد الامان ده مع باباه، ولما رجعنا الثقه مع الاب الموضوع كله بقى كويس جدا. وكان في فيلم متهيألي كمان كان معمول عن الجنسيه المثليه مصري، مش متذكره قوي اسمه ايه، بس موجود هو الفيلم. يعني قد يكون ضعف التواصل ما بين الاب والام، ما بين الاب والطفل، او ما بين الطفله والام، نصايح بقى قد يكون سبب في وجود مشاكل او اضطرابات جنسيه. بالظبط، اشبعوا اولادكم حب، احضنوهم، ده لخلق التواصل ما بينهم. التواصل مش بس لفظي، التواصل ان انا بحبك كما انت، مش بحبك يا حبيبي لما تجيب لي درجه نهائيه، او بحبك لما تجيب لي مثلا كذا او تعمل لي كذا. حتى بقول اولاد بيقول لك انا مش هنجح لكم السنه دي بقى وانا هسقط لكم، فلو يا حبيبي تسقط لنفسك وبتنجح لنفسك. كويس. طيب انا النهارده لو عايز اوجه نصايح للام، وعايز اوجه نصايح للاب، وعايز اوجه نصايح للمجتمع، ايه النصايح اللي باختصار واحنا بنختم فقرتنا ممكن نوجهها للاباء والامهات والمجتمع بشكل عام؟ مهم اللي هو زي ما قلت لحضرتك اول حاجه ان هما الوقايه خير من العلاج، فالمهم جدا زي ما قلنا نوصل بقى الطريقه ان هما نفهمهم اعضائهم هي ايه، شكلها ايه، اساميها ايه، عشان لو حصل حاجه نبقى على الاقل بيقول كل حاجه، ما يكونش خايف او متردد، او ما نخليش المتحرش يمسك يعني يقول له يخوفه بحاجه، او ان هو فخليه في
يعني كلام رايح جاي وايه هو اللي حصل يعني يذكر ايه الكلام اوصف المشهد يوصف. وان انا كمان لما يعني اجري في الكلام ما اوقفوش لان انا لما الطفل هيشوفني هو جاي الطفل بعد الموقف ده عايز ياخد مني حمايه فما ينفعش يشوفني انا بنهار وبعيط فان انا اكلمه بطريقه هاديه كويس يعني الهدوء في التعامل مع المشكلة لما الطفل بيجي بيها أو لما هو يكون بيشرحها بالضبط حتة إن هو يقول لأ مهم جدا وفهمه يعني حتى في قصص بنقعد نحكيها باستخدام العرايس بنقعد نحكي قصة وده لأ ده عيب فبرضه بنفهم من خلال العرايس من خلال الفن من خلال السايكودراما فممكن كتير نعرف نعمل حاجات كتير ممكن باستخدام الالوان الاطفال اللي بيجوا العياده مهم جدا الكلام ده للاخصائيين بقى بالنسبه لحضرتك قلت المجتمع الاخصائيين او الناس اللي بتحل المشكله ما ينفعش المس الطفل لان المتحرش لمسه يعني فبلاش افكره بحاجه كويس بغض النظر انا عارفه جدا ان النظر اللمسه دي بريئه بس وحاجه تانية مهم ما ينفعش اديله مثلا بونبونيه يعني بسيطه جدا وموجوده في العيادات البونبوني والشوكولاته والكلام ده ما بادرش باي حاجه بسيب مهم جدا اخلق يعني جو ان الطفل يرتاح ان هو يتكلم معايا مش عشان اجيب الوان مش عشان حاجه تانية بالظبط اجيب الوان وبعطرها كده واخليه هو يتكلم اشغل حاجه يعني اشغل كرتون او حاجه فيها حركه مهم جدا الطفل يكسب يعني يكسبني يعني اعرف اكسب الوقت الطفل بس ففي حاجات كتير حته ان انا اكون مشاركه فعاله مع الطفل يعني طبعا مش هنقعد طول اليوم يعني عارفه في مشاغل الاباء والامهات بس مهم جدا برضو ان انا اخد بالي منه اشوف مين اللي بيقعد معاه ولما شاف عمه فلان ليه كش لما عملت كذا يعني مهم ان انا اعرف يعني ما يكونش طبعا مراقبه كل حاجه بس ابقى فاهمه ايه اللي بيحصل حته ان التعليمات الخاصه بجسمه ما ينفعش اعرف ان في حته خصوصيه يعني ما ينفعش ابقى قاعده مثلا وابقى ماسك اعضاء التناسليه مثلا قدام حد فده ولا يعني لا اعمل كده يعني ولا اسمح لحد بعض كده بعض الحاجات اللي كيف يتعامل بيها مع نفسه كيف يتعامل بيها مع الناس كيف يتعامل بيها مع المجتمع لا هو لا هو يعني يلمس الاعضاء دي ولا يلمس اعضاء حد يعني حته خصوصيتي انا وخصوصيه الاخر ان في حاجات ما تقربش منها ما تقربيش منها ما حدش يقرب منها ما حدش يبص عليها ما حدش يشوفها دي من العوامل اللي بتعمل عمليه من الامان لدى الطفل في التعامل مع نفسه ومع الاخرين ومع المجتمع بشكل عام بالظبط استاذه تغريد حسين اخصائي نفسي وباحث ماجستير انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا اشوفك دايما على خير ان شاء الله مشاهدينا الكرام في كل مكان وقت حلقتنا من برنامج حياتنا انتهت ولكن خلوني باختصار كده نقول بعض المعلومات اللي استفدنا بيها النهارده من خلال هذا اللقاء انه عمليه التربيه الجنسيه الصحيحه لدى الطفل بتبدا مبكرا جدا وانه بدايتها مبكرا بتحمي الطفل من مشكلات كثيرة منها التحرش الجنسي سواء من الأقارب أو من الأصدقاء أو من الناس اللي في الشارع أو من المدرسة بشكل عام في المجتمع كمان بتخلي في بناء حوار وثقة ما بين الطفل أو الطفل وأسرته وبالتالي لو تعرض لأي حاجة بيقولها للأم وإن الأم تتعامل معها بطريقة صحيحة عشان الموضوع ما يتطورش معظم حالات الشذوذ الجنسي في الغالب بيكونوا تعرضوا للتحرش الجنسي وهم أطفال وبعد كده لأسباب ما سواء كانت أسباب نفسية أو أسباب أخرى بيمارسوا هذه العملية لما يكبروا سواء بالإيجاب بيكونوا إيجابيين أو بيكونوا سلبيين أو بيكونوا الطرف الموجب والطرف السالب أيضا في العلاقة عشان نبعد عن هذا الطريق المظلم اللي بيدمر الكثير من البيوت والكثير من الأسر والكثير من المجتمعات والكثير من وبيدمر المجتمع بشكل كبير لأنه المجتمع اللي موجود فيه أشخاص متحرشين غير قادرين على العمل بشكل جيد غير قادرين على التناغم
في المجتمع غير قادرين على ان هم يلتحقوا حتى بالجيش كمان، وبالتالي بيكون في عندنا قصور. واذا انتشر هذا الموضوع فاحنا بننشر شيء اهلك قبلنا من كانوا قبلنا، وهم قوم لوط اللي انتشروا في هذه الجزئية. البعد كمان عن مشاهدة الأفلام الإباحية ومتابعة ما يشاهده الطفل أو المراهق شيء مهم جدا جدا جدا، إن أنت تتكلم وتلاحظ ماذا يفعل وماذا يشاهد وميول الطفل، سواء كانت ميول إيجابية أو ميول سلبية، ميول صحيحة أو ميول خاطئة. كل هذه المعلومات ممكن انت تحصل عليها من خلال خبراء ومتخصصين، وان انت تلجأ الى اهل العلم والخبر في هذه الجزئية عشان نبني مجتمع معافى نفسيا وصحيا وبدنيا، ويقوم بانشاء علاقات جنسية صحيحة لا مشكلة فيها ولا غبار فيها. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في برنامج في حلقة جديدة وموضوع جديد، وحياتنا تكون أفضل في برنامج حياتنا. لحد ما نشوفكم مرة تانية، لكم مني كل التحية والتقدير. أنا خالد صاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.